الحين. انتوا مدركين اللي عم بيصير حاليا في المونديال؟ اسود الاطلس وحدوا العرب معهم، فخر كتير كبير للعرب فوز المنتخب المغربي وتاهلوا للنصف النهائي. هذا العلم علم أكثر دولة تواجدت بالمونديال، سواء بين الجمهور بالملاعب أو خارج الملاعب. إحنا عرب لازم نوحد بعض في المونديال. كل فيديو بشوفه للعرب هيك في أشعر بدني، مش لأنهم عرب زيي، لأنهم أثبتوا للعالم إنهم قادرين على التغيير وعلى صناعة التاريخ، وكمان لأنهم ما نسوا فلسطين، أخذوها معهم على كل المباريات، حكوا عنها وغنوا إلها. لكن الشعوب دائما بتفسر عن حالها كيف بتشوف مناسب، وهذا هو هذا أكبر سفير لفلسطين. احنا مغاربة وفلسطين بالنسبة لنا قضية عقيدة وليس دولة فقط، الشعب الفلسطيني في قلوبنا ومعنا دائما. المغرب أخذت حقها من الظلم اللي صار لها ب 2018 قدام إسبانيا والبرتغال، ويا رب كلنا ناخد حقوقنا